نذهب بك إلى الصيحة وليس بعيدا عن الجانب الاقتصادي وعديد من الإشعارات، ومنها نقرأ انخفاض التضخم لشهر فبراير. سجل معدل التضخم في السودان لشهر فبراير انخفاضا طفيفا قدره 1.39 نقطة بالغا 258.40%، ويأتي الانخفاض في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات والاحتياجات الأخرى بصورة كبيرة منذ مطلع العام. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان أمس الأربعاء إن معدل التضخم لشهر فبراير سجل 258.40% مقارنة ب 259.79 لشهر يناير بانخفاض طفيف قدره 1.39 نقطة. وأشار إلى أن معدل التضخم الشهري للرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل 14.39% خلال شهر فبراير الفائت مقارنة ب 2.6% في شهر من يناير من العام 2022. وكانت أسعار السلع والخدمات في فبراير من العام 2021 ارتفعت بصورة كبيرة بعد إقرار الحكومة المنقلب عليها إجراء اقتصاديا تمثل في خفض قيمة العملة المحلية 7 أضعاف. يعني بحسب الخبر انخفاض التضخم لشهر فبراير ومع ذلك ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق، هل هذه المعادلة عادية برأيك؟ أولا الجهاز المركزي للإحصاء هو جهاز رسمي، جهاز بتاخذ منه كل المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الدولية المعلومات وبتستقي منه التقارير اللي بتطلع يوميا. ولكن الغير طبيعي أنه في ظل ارتفاع الجنوني للسلع يكون هنالك انخفاض في التضخم أو مؤشر حتى ولو كان طفيف. بيبقى هنا هل في إجراءات معينة، لست خبير في اقتصادي ولكن بفهم في بعض المسائل الاقتصادية، فليس هنالك هل أجرى الجهاز المركزي للإحصاء مسوحات على الأسواق. هذا هو السؤال القادم، هل تم ذلك بالفعل؟ يعني التفصيل جاء تفصيل روتيني وإجراءات ربما يتم تغيير فقط الأرقام من عام لعام وكذا، ولكن الشيء الطبيعي أنه يكون في مسوحات لأكثر من 500 شخص أو أسعار للسلع محددة في أماكن مختلفة، ومن بعدها يتم قياس الارتفاع أو انخفاض التضخم. الحاجة الثانية في شهر يناير وفبراير هنالك انخفاض كبير جدا في نسبة شراء السلع الخدمات أو المشروبات الغازية أو الأشياء اللي لها علاقة بارتفاع درجات الحرارة، انخفاض درجات الحرارة. في بعض الخضروات حصل لها انخفاض كبير جدا في شهر يناير وفبراير، ولا زال الآن بعض الخضر أسعارها منخفضة جدا. هذه هي كلها ممكن تكون ساهمت في انخفاض النسبة الضئيلة، ولكن إذا جينا عمل مقارنة في شهر مثلا مارس وأبريل بالتأكيد سيكون هناك ارتفاع كبير جدا جدا في التضخم. طيب يعني مع هذا الانخفاض هناك نظرية الكساد الاقتصادي، يعني لعدم قدرة المواطنين والشراء، ضعف القدرة الشرائية بفقدان الجنيه لقيمته لأكثر من يعني 20 أو أكثر من 25 مرة، هذه وفي ظل ثبات المرتبات التي تقدم للموظفين، كثير جدا من السلع وكثير جدا من المواطنين لا يستطيعون شراء هذه السلع، ربما هذه برضو تساهم في الكساد الذي يؤدي في النهاية إلى الانهيار الاقتصادي. طيب يعني طالما أن هنالك انخفاض في التضخم، لماذا لا يشعر الناس بتراجع؟ طالما أن التضخم يتراجع لماذا لا يشعرون بذلك في أوضاعهم المعيشية؟ لا لأن انخفاض سعر العملة هو الذي لا يجعل المواطن أنه يستطيع يشعر بأن هنالك فرق أو هنالك انخفاض. طيب هل التراجع دليل عافية للاقتصاد برأيك؟ أبدا، هذا التراجع هو ليس دليل عافية. إذا كان دليل عافية كان قيمة العملة الوطنية ارتفعت. هذا الانخفاض هو على الدولة أنها تراجع السياسات وتراجع هيكلة الجهاز المركزي للإحصاء. هل تملك يعني هذه القدرة على المراجعة؟ لا تملك.
لماذا؟ لا تملك، لأنه الآن حتى الآن هي ليست هنالك حكومية أو حكومة تصريف أعمال، ليست هنالك جهة رقابية تصدر التشريعات والقوانين. هذه كلها تحتاج إلى جهود متكاملة، سواء كان من مجلس تشريعي، مجلس وزراء، مختصين. من بعد ذلك يتم هيكلة الخدمة المدنية.